ازيكم يا فنانين، يا رب تكونوا بخير. النهارده تكمله لسلسله تعليم اساسات الرسم بالرصاص، رسم العيون. النهارده هنتعلم نرسم على ورق ابيض عين ولد. فيلا بينا نبدا. اول حاجه بدات ان انا اعمل اوتلاين الحاجب. اول حاجه بدات ارسمه انه بدايته بيكون ادخل نهايته رفيع، بعدين الكسره اللي فوق العين بتبقى قريبه قوي من الحاجب عند الولاد، مش شرط يعني، بس العين اللي برسمها كده. بعدين بدأت أرسم العين وبركز قوي هي بادئة فين بالنسبة للحاجب. طبعا الصورة اللي برسم منها أنا زي ما حطيتها لكم هنا في الفيديو برضو ببعتها على قناة تليجرام، بتلاقوا اللينك بتاعها موجود في الديسكريبشن بوكس. رسمت شكل العين، وكمان ما ننساش الجفن اللي تحت العين اللي بيبدأ منه الرموش، والخط بتاع الاي باج اللي تحت العين. أنا بستخدم دلوقتي قلم سنون، بس تقدروا تستخدموا أي قلم رصاص بس خفيف شوية. بعدين بدأت أرسم الدايرة بتاعت النني. طبعا الدايرة دي مش بتكون كاملة لأنه جزء منها بيكون مخفي من فوق وساعات كمان من تحت. بعدين الدايرة الصغيرة اللي جوه اللي هي اسمها البؤبؤ اللي هو بيكون لونه أسود. حاجب بدأت أعمل فيه شوية شعر كده بطريقة عشوائية شوية، كأني بظبط الأوتلاين بتاعه أكتر إنه يبقى في شكل شعر. مساحة الخط من فوق كمان علشان يبقى نهايته من فوق طبيعية أكتر. بصوا حتى النهاية اللي من فوق كده ببقى بسحب شعر من جوه الحاجب لبرا الحاجب ساعات. بعدين بمنديل بدأت أسيح الحاجب وكمان الأوتلاين كله. عارفين كده كأني بدل ما أمسح بأستيكة فحم وبهت الأوتلاين، أنا بهته وفي نفس الوقت اديت تون فاتح للرسمة كلها. بعدين دلوقتي بقلم غامق جدا 8B أو حتى خشب أسود غمقت البؤبؤ وعملت خط الرموش. بس شايفين بعمله ازاي؟ بعمله كأني برسم بدايات الرموش كده بدل ما أعمله خط مستقيم وخلاص. بدأت ان انا اغمق النني من الاطراف، بس بستخدم القلم السنون، والقلم السنون درجته متوسطة مش غامقة قوي. وكمان بحدد كده نهاية العين من تحت. بقلم التسيح كده بسيح في الاماكن اللي عايزينها تبقى غامقة، لان قلم التسيح بيغمق. بعدين بدأت انني اظلل فيه بالقلم الرصاص بعد ما سيحنا، وماشيه في اتجاهات التفاصيل بتاعت النني، بعلى بالدرجات. بعد ما كنت مثلا بستخدم 2B دلوقتي بستخدم 4B، وهكذا بنبدا نعلى بالدرجات واحده واحده. وكمان ببقى بحاول ايدي تبقى خفيفه علشان ما اغمقش جامد، واي حاجه اعملها يبقى سهل انها تتسيح. برضو غمقت الجزء بتاع مدمع العين بقلم التسيح، برضو بسيح الاماكن دي لانها غامقه، وبرجع بعد ما بسيح بتلاقوا ان الغامق بيبهت، فبرجع تاني اكد على الغوامق. بقلم التسيح كده كنت بدات اظلل تحت العين، بس يعني خلينا نقول لا يفضل ان احنا نعمل كده غير لو بس الجزء ده غامق قوي. الاحسن نبدا تظليل بقلم، انا بدأ دلوقتي بقلم 2H عشان نبني الدرجات والطبقات واحده واحده وتطلع معانا الرسمه انعم حاجه. في الحاجب بدأت استخدم قلم 4B ان انا اتقل اكتر في الشعر بتاع الحواجب، بالذات في الاماكن اللي بيكون الحاجب فعلا غامق فيها. يعني ممكن اماكن اللي هي بتبقى اللي فيها الشعر رفيع ما تقلهاش كده. طبعا الكسر بتاعت العين دي والجزء اللي هنا ده غامق جدا، انا بغمق دلوقتي ب4B بس لسه هيتغمق اكتر من كده كتير لانه هو في الصورة زي ما انتم شايفين هو غامق. اصلا الرسمه بدرجاتها بتاعت دلوقتي كده ممكن كنا نقول انها خلصت، بس الصوره اللي برسمها الدرجات فيها اغمق من كده عشان كده مكمله. انما في درجات بشر ساعات بتكون فاتحه، ودي ساعتها بتكون اسهل وبتخلص اسرع. يعني
في الحتت اللي بظلل فيها بالغامق وبحس التظليل الخشن ساعات برجع عليها بالتو اتش، اظلل فوقيها علشان التو اتش بحسه بينعم شوية ويملى من النقط البيضاء اللي اتسابت من الأقلام اللي هي التخينة الغامقة وخشنة دي. يعني احنا كل ما بنطلع في الرصاص لفور بي وسكس بي بتلاقوا التظليل اغمق وفي نفس الوقت خشن اكتر، بيسيب لنا فراغات بيضاء كتير. اوقات كتير بعد ما بخلصها احب ارجع امشي بقلم من الأقلام الفاتحة وحادة كده لو تو اتش وكده يعني. وبالمنديل برضو بسيح بس مركزة، بحاول ان انا ما مشيش كتير على الاماكن اللي هتفضل فاتحة، يعني تحسوا بعد ما سيحت لسه عندي غامق وفاتح، ما بقتش كلها درجة واحدة، خلوا بالكم من الموضوع ده. رجعت تاني اغمق على الاماكن اللي هتبقى اغمق، زي مثلا طبعا التانية اللي فوق العين. والجزء ده كمان كده اللي هو بيبقى لو كان البورتري كامل كان الجزء ده هيبقى مكمل مع بداية عظمة المناخير كده. بقلم التسيح دلوقتي بسيح عشان عايز الغامق يفضل موجود. ساعات كمان بيبقى بعد ما بسيح بقلم التسيح كأني بضغط كده رصاص في الورقة، ممكن بعدها نستخدم المنديل لو حسيتوا ان انتوا عايزين تنعموا اكتر. بس هو عامة قلم التسيح كأنه بيثبت الرصاص في الورقة، بيخلي الغامق كده ايه يعني ما يتحركش من الورقة بسهولة، مش زي المنديل يعني. بعدين بالحبر كده رجعت ان انا خليت النقطة السوداء بالحبر، وبدأت بالحبر الرفيع جدا اللي هو 0.1 اعمل بيه الرموش. لو مش معاكوا حبر رفيع ده ممكن على فكرة تستخدموا قلم جاف اسود سنه رفيع، بس جربوه بره الاول وتأكدوا انه مش بينقط حبر عشان ما تبوظ لناش الرسمة. برضو بعمل بنفس القلم ده الرموش اللي من تحت، بس بكون حذرة اكتر علشان مش عايزة اني اغمق قوي الرموش اللي تحت، بالذات ان دي عين ولد فعايزينها تفضل تبقى طبيعية. مش عارفة ليه كنت حابة اكتر شكل العين وهي درجتها فاتحة. قولولي كده انتوا زي برضو حسيتوا نفس الاحساس ولا لا؟ حاسة ان هي لما اتغمقت بقت لما تقيل شوية، مش عارف، مع اني بحب الدرجات الغامقة، ممكن بحب الدرجات الغامقة في البنات اكتر، ما اعرفش اشمعنى، ما بجد ما اعرفش ايه السبب، بس بحس البنات اللي هي السمر قوي اللي هم الافريكان وكده لما بيترسموا بيبقوا حلوين جدا. بدخل برضو شوية حبر في الحاجب علشان هو الحاجب بتاعه غامق قوي، ومحتاجين كمان ان اي حاجة اسود حطيتها في العين تبقى متناسقة كده مع الحاجب، عشان كده مفيش اي مشكلة ان احنا ندخل حبر في الحاجب. بس طبعا ببقى يعني الحبر اللي هو سنه تخين بستخدمه جوه الحاجب في الحتات اللي في النص، انما اللي سنه رفيع ده اللي بستخدمه بره من على الاطراف كده. وبعدها كمان ببدأ ان انا ادخل الرصاص كده مع الاطراف بحيث ان الحاجب يكون متدرج كده وواخد الدرجات كلها ويبان شكله طبيعي، ما يبانش فيك ومعمول بحب. يعني هتلاحظوا دايما ان انا في الرسمة في الاخر اوكي بكون حاطة خامات كتير جدا، بس اللي ما شافش الفيديو لو بص على الرسمة ممكن يبقى مش عارف انا استخدمت فيها حبر في انهي حتة ولا اصلا ما استخدمتش حبر، يعني تكون الرسمة متناسقة مع بعضها، فاهمين قصدي؟ القلم التو اتش دلوقتي بحاول يعني ارسم الخطوط اللي هي بتبقى مش تجاعيد لانه ده مش حد عجوز، بس اللي هي خطوط تعبيرية كده وشكل تنايات الجلد عامل ازاي. دلوقتي بالقلم الماركر ده بحاول اعمل الاضاءات اللي راحت مننا، لو ما عندناش نقدر نستخدم كوريكتور، نستخدم اي لون ابيض وفرشة، اي حاجة استيكة حتى مفيش اي مشكلة. كل اللي بيحصل بقى دلوقتي ده زيادة حنتفة، يعني دايما لما بخلص الرسمة لازم في مرحلة كده، وهي والله يعني تظبيط الشغل أهم من الشغل، لازم نقعد كده نبص على الرسمة ونشوف هي محتاجة ايه، طب لو عملنا لها ايه ممكن تبقى أحسن، أو ايه حطيناه خلاها أوحش فممكن نشيله، فاهمين قصدي؟ المرحلة دي ممكن تستمروا فيها إلى ما لا نهاية لحد ما انتوا تزهقوا، بس انا دايما بديها ممكن دقيقة او دقيقتين كفاية علشان وقت الفيديو ما يبقاش
كبير، فبصوا كده معايا وشوفوني بحنتف ازاي بالسنون كده. بزود شوية شعر خفيف من الأطراف، بظبط كمان الملمس بتاع البشرة. الحاجات دي بجد بتعلي الرسمة من ممكن حد مبتدئ لحد محترف. كل ما زودناها الحاجات دي كل ما الرسمة بقت احترافية أكتر. بس بزود بقى التفاصيل اللي في النني، ممكن بياض العين لو في مثلا، كمان الحاجات الشعيرات اللي بتبقى موجودة. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، رب يكون كان سهل وبسيط عليكم. حطولي قلب في الكومنتات وقولولي رأيكم واقتراحات كل الفيديوهات الجاية. دوسوا على الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد. اشوفكوا على خير في فيديوهات كتيرة جاية. باي باي.